وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب السياسي الأستاذ حسين العليان. مرحبا بك معنا أستاذ حسين. القضاة المنتدبون لإدارة أعمال المفوضية قد أعلنوا البدء في العدوى الفرز في 6 محافظات، هل ستفضي هذه العملية إلى نتيجة مختلفة في حال اعتماد نتائج العدوى الفرز اليدوي برأيك؟ أنا أعتقد إذا ناقشت المسألة من حيث المبدأ، الانتخابات تظهر الكثير من العيوب، ولو خطط في أي بلد آخر للا كان الولايات المتحدة الأمريكية أقامت الدنيا ولم تقعدها وألغت نتائج الانتخابات عبر الأمم المتحدة. لكن في العراق ترى العجب العجاب، تزوير مكشوف، الكل يعترف أن هناك تزوير، والكل يسير في نفس العملية السياسية، يعني كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات والفائزة في الانتخابات تقول أن هناك تزوير، الكل يتهم الكل، ولا تحرك الأمم المتحدة ساكنا بشأن مصداقية الانتخابات في العراق، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تثبت أنها قامت نظام ديمقراطي في العراق. نتائج العد والفرز الحقيقة يعني هي عملية شكلية لغرض استكمال ديكور، يعني ديكور النظام الانتخابي أو ديكور الديمقراطي أو إلى ما شابه من ذلك، وبالتالي إعادة تسوية بعض يعني النسب في هذا المكان أو ذاك، وإعادة هذا الفاشل في الانتخابات، يعني هي نعم. عملية صراع داخل كتلة الفساد نفسها. نعم، إذن أنت ترى أستاذ بأنه لا فرق بين العد والفرز اليدوي والعد والفرز الإلكتروني السابق؟ حتى لو بدأ هناك فرق في الأرقام، يعني أو هناك تزوير في الأرقام، فهي ليست المشكلة الرئيسية. المشكلة الرئيسية سيد الكريم أن النظام السياسي قائم على عملية فاسدة، قائم على آليات فاسدة وقوانين وأنظمة فاسدة. فأنت يعني قبل أن تبدأ الانتخابات التزوير قائم بالقانون، قائم بالمفوضية، قائم يعني ولن ينتج إلا يعني مزيد من الفشل والتزوير. هنا المشكلة الرئيسية ليست الفرق أنه طلع هنا. طيب لماذا فقط العد في 6 محافظات؟ إذا عندك مشكلة واتهامات متبادلة، ليش راحوا للطعون في محافظات محددة ولم يناقشوا كل العراق؟ نعم، يعني راحوا فقط ل6 محافظات، 3 في كردستان و3 في المنطقة الشمالية الغربية. أنا أعتقد يعني هي ملهى وضحك على الدقون لإعادة تعديل بعض الفاشلين في بعض المناطق يعني في بعض المناطق في هذه في تلك 6 محافظات. نعم، ليس إلا. نعم أستاذ حسين، يعني هل خارطة التحالفات السياسية وما سينبثق عنها من حكومة جديدة، هل برأيك هي متوقفة فعلا على نتائج العد والفرز اليدوي، أم أن المتحكم في هذا الأمر هو أمر آخر؟ طيب هو اليوم الجميع يساهم في مسار ماراثوني لإنتاج حكومة قبل أن تنتهي عملية العد والفرز، ليقرر القضاء وما يسمى بالمحكمة الاتحادية والمحكمة العليا يعني يتخذ قرار بشأن الموضوع. نعم، يعني هم هذا الموضوع كما ذكرت لك ذاهبين لهذا، لأنهم عندهم جرين لايت من الولايات المتحدة الأمريكية والقوى النافذة في العراق أنه هذا الموضوع شكلي، واذهبوا إلى التحالفات وتكوين حكومة، وتكوين هذه الحكومة مرهون بالصراع الأمريكي الإيراني. إذا ما اتفق الإيرانيون غدا مع الأمريكان على شكل النظام السياسي في العراق فسننتج حكومة خلال 24 ساعة. نعم، الكاتب السياسي الأستاذ حسين العليان كان معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.